اللي حصل اليوم كانت هناك جلسة، والجلسة محددة فقط للدوائر الانتخابية أو تقسيم الدوائر الانتخابية. يبدو أنه التعقيدات كثيرة بالنسبة لموضوع الدوائر المتعددة، ولكن الذي حصل أنه الكتل السياسية هي من صوتت على الدوائر المتعددة، وهذا كان حاصل شهر 12. إحنا تقريبا صار لنا أكثر من 9 أشهر في هذه المعمعة، وكان هناك نوع من أنواع التوافق على أنه أي شكل نختار، هل نختار الأقضية والأقضية فيها مشاكل كثيرة وتعقيدات الأقضية التي هي أقل من 100,000، هل سنتصوت على موضوع المعيار أنه تكون الدائرة مقابل يعني النائب مقابل دائرة واحدة، وهذا أيضا كانت فيه بعض الصعوبات والتعقيدات أنه العراق يتقسم على 237 مقترح الكتل الكردستانية كان موضوع الكوتة النسوية، وهذا الذي حصل؟ لا، ليس كذلك. اليوم تم التصويت على معيار واحد، وهذا المعيار هو معيار أن تكون المرأة في داخل المحافظة، يعني عدد كوتة المرأة في داخل المحافظة يساوي عدد الدوائر. إذا مثلا إذا كانت هناك محافظة من المحافظات عدد الكوتا فيها 4، ستقسم المحافظة على 4 دوائر. وأي دائرة طبعا من الدوائر يعني تحصيل حاصل قد يكون عدد النواب 3 إلى 5 سيكون في كل يعني في كل دائرة. هذا الذي صوت عليه. أيضا كان هناك أعتقد بعض يعني اللغط أو بعض الاعتراضات على بعض المحافظات، يعني كانت بعض الكتل السياسية لا تريد أن يكون هناك معيار واحد لجميع المحافظات، مثلا محافظة بغداد تستثنى منها، أو محافظة البصرة تستثنى، أو محافظة مثلا نينوى تستثنى من هذه المعايير. لكن الذي حصل كانت هناك جلسة سابقة، والجلسة السابقة تم التصويت من قبل، طبعا هناك كانت معايير قد أتى بها اللجنة القانونية، هي أنه يكون معيار واحد على جميع المحافظات دون استثناءات، وهذا ما صوت عليه الجلسة السابقة، أن يكون هناك معيار واحد لجميع المحافظات دون استثناءات. يعني ست فيان، أفهم من كلامك أن جلسة اليوم لن تجدي نفعا مع الكتل السياسية والمعرقلات التي طرحت في الجلسة؟ لا، هي للحقيقة يعني هو هذا النظام، نحن من البداية كنا نقول أنه هو معقد، ولكن اليوم واقع حال، وأنا عدة مرات تكلمت بواقع الحال. واقع الحال أنه الذي صوت عليه هو الدوائر المتعددة، فحاولنا أن نتوصل إلى صيغة حل. ما هي الدائرة المتعددة؟ كيف سنرسمها؟ أي معيار سيكون معيار واضح؟ يعني فالمعيار الواضح